بس هاد الحاجة أنا كنت مسؤولين المعنيين يشوفوا من وحد دايم حقوين يرمو شي حل نطل وجاز ماك شوف من حالنا كورونا في بلدي بلدي كورونا. سلام الله عليكم. فيديو اليوم قصير لكنه مهم جدا. كما شاهدنا هذه الأيام أسرة في مدينة طنجة تقول أن القائد والمخزنية قد قاموا بالاعتداء على ابنهم. نعم سيدي، كان كاميرات، كان كل شيء، كان الشهود، كان كل شيء. ابني كان في الحانوت، خرج من الحانوت، وصل من الباب القائد، دخل الحانوت مابقاش بالسعر، دخل الحانوت سبرو وليدي كيبدا الكاميرا شافته كياكل الخبز في يدو، ماشي كياكل الخبز. وصلنا عند القائد قالوا الكلب، قالوا كذا يكون الخبز. منين ما قالوا ما تقولش الكلب، انا ماشي الكلب، قالوا انا ماشي الكلب. هذيك دفعوا دار الكاميرا، دارت كل شيء، دفعوا ضربوا دفعوا، قال لهم دوا الكلب عليا، باقي في ذاك الكلب، قال لهم دوا الكلب عليا. هذيك ما كاينش هذيك رجال قوم مساعدة هزوه الدوا نصطفيك. وتحويله الى معاق واصابته بشلل عقلي وجسدي قبل ان تقول لاي شيء. فلا خير في سلطات لا تطبق القانون على نفسها ولا تكون في ذلك نموذج للمواطنين. هذا الشاب كان يخطط للقاء أصدقائه غدا، وكان يخطط لما سيشاهده في الليل وما سيلعبه غدا مع أصدقائه، ربما الكرة، ربما أي شيء. كان إنسان عادي والآن هو مقعد. نحن لا نتهم السلطات، نطلب التفاعل بسرعة من الداخلية وفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين، لأن الأمر يتعلق بحياة شاب وليس بذباب. باغي تقمعونا، باغي تقتلوا بنادم وهو حي. علاش صاحبي تضربوا الراس وعلاش؟ وشوف هاد الحاله، واش سبكك ولا ما سبككش؟ وشوف عباد الله، وشوف لماذا يجب ان نحس دائما ان المواطن المغربي رخيص جدا؟ لماذا لا يلتزم رجال الشرطة في تطبيق المساطر القانونية في الاعتقال، في التفريق المتظاهرين، في التحقيق؟ لكل إجراء هناك مسطرة قانونية، لماذا لا يطبقونها فقط؟ لماذا يستعمل بعض رجال الشرطة السلطة التي بين أيديهم من أجل إشفاء غليلهم والانتقام وفش غلهم في المواطنين؟ لماذا؟ لماذا يلعب هؤلاء بمصير الأمة؟ فلا يعلمون أن ظلم الضعيف يأتي بالخراب على الشعب الساكت وعلى السلطات كذلك؟ ما الذي أدى بتونس إلى ثورة غير صفعة على وجه مسكين؟ ما الذي أدى إلى ثورة في مصر غير اعتقال وتعذيب خالد سعيد؟ إلا متى سيبقى بعض رجال القانون يضرب بهم المثل في عدم احترام القانون؟ يجب أن تصبح الداخلية نموذج وقدوة في تطبيق القانون. وفي النهاية نحن لا نتهم أي أحد، وننتظر من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيق نزيه في الواقعة، وأن يحس المواطن المغربي بأن له كرامة وله دولة. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.